السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي رسالة بتظهر ساعات في اكزام بيلدر، بيقول لي ان الانرجي بلس المفروض ان هو بيقف عند 50 زون، بينما المشروع بتاعك اكتر من 50 زون. طيب هو هنا اللي حصل ايه؟ ان هو كل روم هنا اعتبرها بزون، لان هي مش متعرف الزونات، فاعتبر كل روم بزون. طيب في حل ان احنا ممكن نعرف كذا كذا سبيس. اولا واحنا بنشتغل على السبيس، بيبقى افضل على اساس ياخد بيانات افضل في الديزاين بيلدر. فهاجي هنا هقول له انا عايز اظهر المشروع كله، تمام. طيب تعالى نشوف السبيس نتعرف ولا لا. هقول له سيستم، وهقول له انا عايز سوري اناليسيس، هقول له انا عايز السبيس، تمام. هتلاقي السبيس اهو متعرف، يبقى انا بصدر هعتمد على السبيس، ولو السبيس مش موجود اقدر اضيف السبيس في اي مكان، تمام. ممكن اقول له بليس سبيسز اوتوماتيك، هو ضاف لي 1 سبيس كانت ناقصه. طيب ازاي اعرف الزون؟ اقول له زون، وهبدا اعلم على عدد من السبيس، بقول له اد سبيس واضيف سبيس 2 3. ممكن تضيف كل السبيس اللي في الدور كله لزون واحده، تمام، حسب الشغل اللي موجود فيها. طيب هقول له فينش اديت زون. طيب اجي اعلم على الزون ما بيجيبليش. طيب هقول له في في، واقول له ام اي بي زون عشان تتاكد ان الزون بتاعتك موجوده. اعلم على الميكانيكال، الاقي اتش فاك زون هي مش بتعلم عليها، هقول له اعلم عليها وادخل جواها، اعلم على الانتريور فيل والريفرنس لاينز بالشكل دوت، فيبقى ده يظهر لي الزون. فكل دول بقوا زون واحده، تمام. طيب بعد كده لما اجي اصدر هقول له انا عايز دلوقتي اناليسيز، هقول له انا عايز اعمل ليتنج اند كولنج لود، وابدا احسبهم، وبعد كده اصدره جي بي اكس ام ال. اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اتاكد ان انا شغال على الحسابات كلها على السبيس، تمام. فانا باجي هنا واقول له كالكوليت، فيبدا هو يحسب لي المشروع كله. خليني اقول له سيمبل الريبورت كالكوليت كده، عمل هو الحسابات بتاعته. فيطلع عندي الريبورت بالشكل دوت، تمام. طيب ومن ضمن الحاجات اللي انا عايز اعملها ان انا هاجي هنا في المانج، ادخل بروجكت انفورميشن، اتاكد من المعلومات اللي موجوده، اتاكد من الاعدادات ديت لانها تفرق معايا كتير جدا في الحسابات. الاعدادات الخاصه بنوع المبنى، اهم حاجه بالنسبه لي الروم ولا سبيس، هقول له السبيسز، لان الروم بيهتم بالطول والعرض والارتفاع وخلاص، حاجات خاصه بالمعماري، انما السبيسز بيدخل فيها حاجات خاصه بالتكييف وحاجات خاصه بالكهرباء. الاسكيماتيك تايب احددها، اقول له اوكي. دي الانرجي اناليتيك موديل، دي برضو مهمه جدا ان انا ادخل المعلومات دي كويس، الجراوند فلور، البروجكت فيس وهكذا. اقول له اوكي، وبعد ما اخلص خالص اروح قايل له فايل اكسبورت، واروح مختار الجي بي اكس ام ال. طيب خليني اختار اي فيو تاني، اقول له اكسبورت، هلاقي الجي بي اكس ام ال مش متفاعل معايا. طيب لما دخلت في 3 دي اتفاعل معايا اهوت، ولايف سي، الاثنين دول مهمين جدا لو انت بتصدر شغل بتاعك من برنامج بيم، البرامج السستينابيلتي زي ديزاين بيلدر.